وبينضم لنا الاستاذ او الكابتن طاهر ابو زيد نجم النادي الاهلي ووزير الرياضه الاسبق. اهلا بحضرتك منورنا، وبدايه كيف رايت مشهد مصر وهي تنتخب اليوم؟ الو، مساء الفل كابتن طاهر ابو اهلا زيد اهلا نجم النادي اهلا استاذ الاهلي عيد. ووزير الرياضه الاسبق، منورنا في مصر جديده. يا اهلا بيك، ازاي حضرتك يا اهلا فندم؟ اهلا بحضرتك وسهلا، منورنا. ازاي اهلا شفت بيك. مشهد مصر وهي بتنتخب النهارده؟ والله يعني مشهد ليس بجديد على المصريين في الحقيقه. انا كنت في الصباح الباكر في الدايره بتاعتي اللي هي انتخبت فيها من قبل عضوا بمجلس النواب، والحقيقه كما توقعت اقبال يعني اقبال هائل. انا بعتبره يعني انه في اول يوم يعتبر اقبال مرضي جدا. الدايره طبعا دائما الدايره الاولى اللي هي دايره الساحل، دايره شمال، دائما ما بتكون سباقه في الرقم يعني حتى في العدد. الحقيقه يعني هذا ليس بجديد على المصريين في وقت شدة. أنا بعتبر ده وقت أزمة وليس وقت عادي. طبعا الأخطار بتحيط بالوطن من كل اتجاه، التقلبات الاقتصادية والسياسية وأيضا القدرية في الفترة اللي فاتت يعني كانت بتحيط بمصر، إنما شعبها دايما دايما عند الموعد. وأعتقد إن جه الوقت إن احنا نبعت برسالة هامة جدا للجميع إن مصر بلد الحضارة والوعي. الطبيعي إن هي تعلم يعني إيه حق دستوري، وتعلم يعني إيه واجب وطني، وإن الانتخاب الرئاسي ده يعني بيجي كل 6 سنين مرة، وبالتالي المصريين لن يغيبوا عن المشهد لأن ده قرارهم ودي حياتهم وده مستقبلهم. وبالتالي أعتقد إن الانتخابات الرئاسية 2024 هتعمل ريكورد ما تحققش قبل كده. إن شاء ده في الله التصور إن إن شاء شاء الله. الله. لازم أستغل وجود كابتن طاهر أبو زيد معايا وأسأله أهم القضايا الرياضية اللي حضرتك شايف إنها لازم تبقى على أولويات الملف الرياضي على طاولة الرئيس القادم. والله هو الاستقرار الرياضي طبعا في نقول التواجد الجماهيري امر مهم جدا. انت عارفه مصر مرت بظروف صعبه واحنا بالغنا جدا في الحظر الجماهيري وعدم وجود الجمهور في الملعب، وده امر في الحقيقه يعني بيحزن الرياضيين، لان كره القدم بشكل عام يعني هي مسرح احداث زيها زي المسرح. لابد ان يكون في متفرجين، ويابد يبقى في يعني جمهور بيساعد اللاعب على التألق وبيساعده على إبراز موهبته. ده على المستوى كرة القدم. على مستوى الرياضات الأخرى أعتقد إن هي بتأدي دورها في الفترة دي، ويحسب للوزير الدكتور أشرف صبحي في الحقيقة إن هو مهتم بالرياضات التانية، وأنا بحييه في الحقيقة على هذا الأمر، لأن الرياضة مش كرة قدم فقط. يبقى العنصر الإعلامي الرياضي إنه يبقى يضع أيضا الرياضات الأخرى في أولوياته، يعني لا اهتمام فقط بكرة القدم. عندنا تحديات في 24 طبعا، وهي الوصول لكأس العالم. عندنا التصفيات دي مهمة جدا طبعا، مهم ان اولادنا يعني يحسوا بالمسؤولية ويشعروا بيها ويعرفوا ان هم كأس العالم الماضي ما كانوش موجودين فيه، وبالتالي لازم يكونوا موجودين وبشكل مشرف فيما هو قادم. يا ريت يا ريت. والاهم من كل ده في الحقيقة إن الرياضة المصرية يحصل فيها تطوير، ما نبقاش محلك سر. أنا عارف إن ده بيحتاج جهد وبيحتاج إمكانيات. بتمنى للصديق الدكتور أشرف صبحي كل التوفيق إن شاء الله، وأنا شايفه ناجح وماشي بخطوات هايلة، وبتمنى لمصرنا الاستقرار إن شاء الله بإذن الله. أنا بأكد إن الشعب المصري هيكون بإذن الله عنده حسن الظن مع نهاية اليوم الثالث الانتخابي. مصر هتحقق رقم بإذن الله سيسعد المصريين، وسيبعث برسالة للعالم كله أن مصر مع قيادتها ماشيين على الطريق الصحيح وماشيين على طريق التنمية بإذن الله. وإذا كان طريق التنمية حقيقة أثر على المواطن المصري اقتصاديا،
اعتقد ان القادم سيتحسن الامر كثيرا باذن الله. باذن الله. اشكرك كابتن طاهر ابو زيد نجم النادي الاهلي ووزير الرياضه الاسبق.